نرتقي خطوة خطوة والأمل فينا يزيد كل يوم نعيش حلم نحلم بحلم جديد نتعب ونزرع ونحصد ننجح ونرجع نعيد نطمح ونسعى وننجز لين حققنا البعيد صرنا بالأعلام شمع جينا بالشكل الفريد هذا بيت المجد يسكن كل يوم نعيش حلم نحلم بحلم جديد نتعب ونزرع ونحصد ننجح ونرجع نعيد نطمح ونسعى ونحصد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين متابعي شبكة المجد في ثاني حلقات برنامجكم بيت المجد، هذا البرنامج الذي ننتقل فيه داخل هذا البيت الكبير لنطلع عن كل ما يدور فيه شبكة المجد الذي تتكون من 13 قناة منوعة. حياكم الله. حياكم وبياكم، طابت أمسياتكم مشاهدين الكرام في هذا البرنامج، البرنامج الذي يهدف إلى تعريف المشاهدين بإمكانات وطموح هذه الشبكة التي تعد ثاني أكبر مشغل للقنوات ذات الاشتراك المدفوع. نرحب بكم أجمل ترحيب. حياك الله درهم، أنا مرحب فيك. حياك الله، يعطيك العافية. نبدأ؟ أكيد حنبدأ مشاهدين الكرام الإبحار في أخبار هذه الشبكة المباركة، ولكن بعد هذا الفاصل تابعونا. نرتقي خطوة خطوة والأمل فينا يزيد كل يوم نعيش حلم نحلم بحلم جديد نتعب ونزرع ونحصد ننجح ونرجع نعيد نطمح ونسعى وننجز لين حققنا البعيد صرنا بالأعلام شمع جينا بالشكل الفريد هذا بيت المجد يسكن كل يوم نعيش حلم نحلم بحلم جديد نتعب ونزرع ونحصد ننجح ونرجع نعيد نطمح ونسعى وننجز لين حققنا البعيد صرنا بالأعلام شمع جينا بالشكل الفريد هذا بيت المجد يسكن إننا الأجدر أكيد كل يوم نعيش حلم نحلم بحلم جديد نتعب ونزرع ونحصد ننجح ونرجع نعيد نطمح ونسعى وننجز لين حققنا البعيد حياكم وبياكم مشاهدينا الكرام، عدنا بعد هذا الفاصل مع بداية حلقتنا، والبداية دائما نبدأها بعناوين برنامجنا، برنامج بيت المجد. عناويننا مشاهدينا الكرام ستكون مشوقة وممتعة لكم، نبدأها دائما بفقرة جميلة فيها ريحة الكواليس لكن نحن سميناها خفايا. هذه الفقرة مشاهدينا الكرام سنستعرض فيها برنامج من أهم البرامج الذي يعرض على قناة مجد إحدى قنوات شبكة المجد الفضائية، وهو برنامج بنوتات. أسئلة مباشرة ستكون حول البرنامج وفكرته ولقاء مع مقدمات هذا البرنامج. جديد المجد ترتيبات الشبكة لتغطية فريضة الحج لهذا العام عام 1435، الركن الخامس من أركان الإسلام والذي دائما تعودنا على شبكة قنوات المجد الفضائية هذه التغطية المباركة لهذا الموسم الحج. الله يتقبل من الحجاج ويسلمهم يا رب ويرجعوا إلى ديارهم سالمين غانمين. فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة مشاهدي الكرام هي الأجمل، يتنوع المشاهدين في اختيار برامجهم المفضلة، ولكن في كل أسبوع عندنا فقرة هي الأجمل من اختياركم، ماذا تحبوا أن تتابعوا عبر شبكة المجد. في فقرتنا كذلك من ضمن الفقرات فقرة تواصل ضمن فقرات هذا البرنامج برنامج بيت المجد، أهم الاستفسارات نتواصل معك ومعنا كذلك في هذه الفقرة التواصل مع المشاهدين للتعرف على شبكة قنوات المجد الفضائية والإجابة على هذه الاستفسارات. أكيد في استفسارات أيضا يا عبد الوهاب وفي مقترحات. فقرتنا القادمة من الأرشيف، فقرة يحبها الجمهور ويختارها حتى يتابع بعض البرامج اللي كانت في سنوات مضت تابعها وابتهج فيها. كذلك من الفقرات ومن العناوين الموجودة عندنا مشيت لها تعالى قريبا أخبار حصرية عن الشبكة، شبكة قنوات المجد الفضائية لبرامج تم إنتاجها قريبا أو سيتم إنتاجها قريبا وتعرض على قنوات شبكة المجد الفضائية. نختم دائما مشاهدينا الكرام برنامج بيت المجد بفقرة اسمها مشترك جديد، هذه مفاجأة احنا عاملينها في بيت المجد لمشتركي الشبكة الجدد، نفاجئهم بهدية، عاد الهدية يحتفظوا فيها أو يقدموها لمن يحب. تهادوا تحابوا. متى بتهديني هدية؟
بعد البرنامج تهدينا. حياكم الله مشاهدينا الكرام. شفنا طبعا عناوين اخبار فقراتنا اليوم في برنامج بيت المجد، لكن حنبدا داخل هذه العناوين نتعرف اكثر واكثر لهذا البرنامج اليوم بعد هذا الفاصل. نرتقي خطوة خطوة والأمل فينا يزيد كل يوم. كل أسبوع على صفحة البرنامج تقدر تصوت لأجمل حلقة من حلقات برامج الشبكة، لكن أسرة البرنامج هتحدد لك نوعية البرامج اللي هيتم التصويت عليها كل أسبوع. مثلا ممكن يكون الاختيار الأسبوع القادم البرامج الحوارية، فتختار انت واحد من البرامج دي، او برامج الترفيه والمسابقات او الدراما. هتشوف نوعية البرامج في الصفحة، وتصويتك يدي دفعة غير عادية للبرنامج اللي حصل على اعجابك الاسبوع ده. في انتظارك، والقرار قرارك. نطمح ونسعى وننجز لين حققنا البعيد، صرنا بالاعلام شمع، جينا بالشكل الفريد، هذا بيت المجد يسدى اننا الاجدر اكيد كل يوم نعيش. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. فقرتنا الاولى هي خفايا. برنامج بنوتات هو اولى فقرات بيت المجد، برنامج خاص بالبنات يبث على قناة مجد احدى قنوات شبكة المجد، ويتناول هذا البرنامج شريحة كبيرة من البنات من سن 6 الى 13 سنة، يبث يوم الجمعة من 7 مساء الى 8. هذا بيوضح طبعا ان قناة مجد فيها برامج للبنات منوعة مثل الفتيان تماما. كذلك طبعا هذا البرنامج ذي الكرام، البرنامج فيه 9 فقرات منوعة، منها فقرة عجيب وغريب، وكذلك قرأت لك وزيارة ويا هلا بضيفتنا والشبكة والمطبخ وغيرها من الفقرات في هذا البرنامج. البرنامج يتناول هذه الشريحة فيقدم لهم المعلومة والقيمة التربوية والبسمة والتوجيه الحادث من خلال فقراته السابقة. تقديم رواد حسين، البرنامج من تقديم رواد حسين ورغد الزهراني ولما الراشد وسديم العسكر وليان المعجل، ومن إخراج أشرف حمادة. خلونا نستانس مع بعض مع نجمات المجد ونرجع لكم من جديد. معد برنامج بنوتات الأستاذ سمير الحلاق، حياك الله. حياكم الله، بارك الله فيكم، أهلا وسهلا. بالحقيقة أنا مو المعد الرئيسي لبرنامج بنوتات، معده الأساسي وصاحب فكرته الأستاذ بلال الفار، لكن أنا مؤقتا الآن بدرب البنات وبرافقهم بالتصوير ووجههم لأنه الأستاذ بلال في إجازة. أعطيني لمحة عن برنامج بنوتات. برنامج بنوتات برنامج منوع لطيف خفيف، في بعض الفقرات متنوعة خفيفة، تقريبا 8 فقرات، احيانا بصير 9 فقرات، بتلبي بعض الجوانب او معظم الجوانب الثقافية والتربوية والتعليمية، يعني الحاجات المطلوبة للبنات الصغيرات، حاجات المعرفية الوجدانية السلوكية المهارية بشكل منوع. طبعا حكينا عن فقرتك اللي تقدميها في البرنامج. في كل حلقة اقول لعبة، يعني اقول لهم طريقتها ونلعبها. أنا كل حلقة أجيب 3 أخبار، يعني لما تكون طريفة وغريبة وعجيبة أي شيء كذا، أقولها البنات ويستمعوا لي. فقرة المطبخ قدمتها في حلقة واحدة وسويت لهم كيكة بالعسل بالموز. تقديم عام ما عندي فقرة. أنتي لما طيبة وقلبك أبيض ما هون عليك صح؟ المشكلة يا بنات أنا أحبكم. وذاك اليوم كلكم سويتوا فيني مقلب. يلا يلا ايش فيك يا ليان؟ يلا خذ نبدا، تراني مليت. ولا ترى يا رواد مليت. خلاص خلاص الحين يجون البنات ونبدأ الحلقة، ايش فيكم مستعجلين؟ مستعجل بس ما نبي زي كل مرة ينتهي وقت الحلقة وصير نختم بسرعة بسرعة. صح لسانك يا رغد، ذيك المرة كنت راح ألخبط بالكلام، كنت بدال ما أقول نلتقيكم في الحلقة القادمة كنت راح أقول نحتريكم في الحلقة السابقة.
إذن هذه دعوة مشاهدين الكرام لمتابعة برنامج بنوتات الذي يعرض على قناة مجد إحدى قنوات شبكة المجد الفضائية. أنا بقول لك شغل عبد الوهاب. أيوة. كل المشاهدين ما يعرفوها. الحركة الأخيرة في التقرير. أنا عجبتني صراحة. سريعين. أنا حاولت أعملها. وقفت. ما قدرت أعمل شيء. بس اللي عمل التقرير ما شاء الله عليه شاطر مرة. أكيد أعرفه أنا ترى. صاحبي صديق لي أنا. فقرتنا الثانية. فقرتنا الثانية شيء. جديد المجد. فقرة جديد المجد مشاهدينا الكرام هي فقرة بنطرح فيها حدث جديد داخل الشبكة ونحاول نستفسر عن هذا الحدث. طبعا نحن دائما نروح للشخص المسؤول حتى يعني يعطينا أكبر معلومات عن هذا الحدث. وكلنا نعرف أن أيام الحج ما بقى عليها كثير من هذا البرنامج. تقول الله يتقبل من الحجاج يوصلوا سالمين يا رب ويعودوا إلى ديارهم سالمين وكل عام وهم وأنتم مشاهدين الكرام بألف خير. طبعا مشاهدين الكرام سؤال اليوم خاص بالحج وكيف استعدت الشبكة لتغطية الفرض الخامس وأكثر طبعا أكبر مسؤول طبعا عندنا بالشبكة اللي حيفيدنا أكثر شيء في هذا الخبر. طبعا هذا الخبر المهم هو الأستاذ بندر المساعد مدير مكتب جدة. مكتب جدة طبعا التابع لشبكة قنوات المجد الفضائية. معنا الأستاذ بندر المساعد. أستاذ بندر نقول مساء الخير. مساء النور والسرور. حياك الله يا عبد الوهاب. يا مرحبا ويا هلا وغلب ريحة جدة. الله يسلمك ويرضى عليك وحييك. حياك الله أستاذ عبد الوهاب. سعيد جدا بك وبالأستاذ وليد. الله يسلمك ويرضى عليك يبارك فيك حبيبنا. أبو عبد الله موفقين ومعانين يا رب. أبو عبد الله تعودنا من الشبكة سنويا تغطية هذا الفرض الخامس من أو الركن الخامس من أركان الإسلام ولهذا العام 1435. كيف الاستعدادات هذا العام؟ أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الحق يقال من الأشياء التي نفخر بها نحن في فرع جدة كثيرا هو المشاركة في هذه المشاعر المقدسة وفي هذه الأيام المباركة أيام للحجة. فريق المجد يشارك بفريق متكامل من الإخوة الفنيين والإخوة الإعلاميين والمراسلين يشاركون بما أسميناه نحن المجد في المشاعر. المجد في المشاعر هو فريق الذي يمثل قناة وشبكة قنوات المجد للمشاركة في المشاعر وعرض ما يمكن أن نعرضه للإخوة المشاهدين خلف الشاشات بنقل صورة حية واقعية للمشاعر وما يدور في أروقة موسم الحج. جميل. أبو عبد الله لو تطلعنا بس عن ما هو الجديد في تغطية هذه السنة. طيب يمكن الجديد الذي حرص عليه الإخوة في شبكة المجد وفي لجنة البرامج أن يكون هناك تنوع في عرض مشاعر الحج هذه السنة. البث بإذن الله عز وجل سيكون الفترة فيه أطول ليس كالمعتاد. سنستمر بإذن الله أو يبدأ بثنا يوميا من الساعة 5 عصرا إلى الساعة 12:30 ليلا. لكن الفترة طويلة شوية والناس تتساءل تقول وش فيه يعني. لكن الفكرة باختصار هو امتداد لما حققته الشبكة من نجاح في موسم رمضان في برنامج الموسم. الإخوة حابين أنه حنا نكون كذلك في بث واقعي لموسم الحج لمجموعة من الإخوة نجوم الشبكة يشارك فيه مجموعة كذلك ونخبة من العلماء معنا خلال هذه الفترة موسم الحج من الساعة 5. أبو عبد الله أنا كأحد المشاهدين دائما أتابع معكم لحظة بلحظة ما شاء الله تبارك الله. إحنا نتابع قبل شوي في الشاشة الآن لقطات للعام الماضي عام 1434. هيجت المشاعر الحين. هيجت المشاعر وأنا أقول صراحة وأطلقتم هاشتاج جميل هو هاشتاج المجد في المشاعر. جميل. هو يهيج المشاعر. طيب كم ساعة يوميا؟ طبعا أبو عبد الله ذكرت قبل شوي إنه ما شاء الله كم ساعة يوميا للتغطية؟ تقريبا احنا حناخذ بما يقارب 7 ساعات ونص. سنتنقل فيها بين المجد العلمية والمجد العامة وماسة المجد. كل هذه الشاشات ستكون مشاركة معنا في فترات متنوعة من فترة إلى فترة خلال فترة البث. احنا حنبدأ البث إن شاء الله من يوم تقريبا 7 ذي الحجة ستنطلق المجد في المشاعر إن شاء الله إلى اليوم 13. اللقطات تعرض الآن على الشاشة. عدد الطاقم اللي معاكم أبو عبد الله كم عددهم؟ والله تقريبا الطاقم يزيد يعني فوق 30 فرد معانا من الشباب. هذا الأخ فهد والإخوة المصورين الأخ طيوب. الفريق متكامل ما بين مصورين مساعدين مصورين مهندسين تشغيل مخرجين. الجديد كذلك أنه نحن عندنا
ويمكن هذا المشاهدين قد اعتادوا عليه في الفترة الماضية وفي المواسم الماضية، أنه عندنا مجموعة وفريق متكامل بفضل الله عز وجل من المراسلين. جميل. المراسلين هذولا هم أهل الميدان الذين ينقلون لنا الصورة الحية من داخل الميدان، سواء كانت من أروقة المخيمات أو حتى من داخل الخدمات التي تقدم للحجاج من الجهات الحكومية والرسمية، وتغطية للفعاليات التي تقام، مساعدة الحجيج، وفي أشياء ممكن قد تكون أيضا جديدة في هذا الموسم. يمكن الجديد بالنسبة للمشاهدين عندنا الفقرة التفاعلية، عندنا تقريبا ما يقرب من ساعة إلى ربع إلى ساعة هي بيننا وبين المشاهدين من خلف الشاشات. يمكن بعض الأحيان نحن لما نعيش جو الحج المشاهد يشعر أنه بعيد عنا، لكن احنا حطيناه إن شاء الله قريب من الصورة. الفقرة هذه حتكون على تويتر أبو عبد الله ولا كيف؟ حيكون على تويتر، وحيكون كذلك من خلال مداخلات هاتفية. جميل جميل. من خلال المداخلات الهاتفية حيكونون إن شاء الله حاضرين معنا في المسجد. طيب أبو عبد الله تفضل. القنوات تختار دائما أماكن مميزة لعرض تغطيات الموسم الحج، أنتوا وين مكانكم؟ والله نحن شوف بفضل من الله عز وجل سنويا المسجد اعتادت أنها تكون في جهة أبراج منى السكنية. الإطالة المسجد في هذا العام تكون على جزء منها على الجمرات وجزء منها على مسجد الخيف، و الجزء الأغلب يكون على خيام منى التي تبعث وتهيئ المشاعر للحجاج دوما. جميل ما شاء الله تبارك الله. إذا احتجت مراسلين ولا شيء ترى جاهزين. في مراسل أبو عبد الله أنا هنا قاعد أقول لكم موجود. في مراسلين عندنا. نحن يمكن في فقرة عندنا كذلك هذه السنة من هذا المنبر، أنا يعني أدعو يعني هواة التصوير والإخوة المنتجي التقارير السريعة الذين سيشاركون في الحج، هناك مساحة متاحة لهم وسنعلن عنها إن شاء الله عن هذه البادرة من خلال تويتر. هواة التصوير قد تلتقط يعني عدساتهم صور مميزة للحج تعكس معاني كبيرة، فسنترك لهم مساحة على الشاشة لعرض هذه الصور من خلال التواصل. وكذلك الإخوة يعني المهتمين بإنتاج التقارير السريعة يمكن أنهم يشاركون معنا طبعا في يعني في أروقة الحج. هناك كثير من الصور الحية والجميلة التي نحن نتمنى أن ننقلها للمشاهدين، وكذلك بمساعدة من المشاهدين. وفي يعني أيضا من الأشياء التي نحن لابد أن نشير لها هنا ابتداء يعني البعثة الحج في أو المجد في المشاعر تلقى دعم يعني لا محدود من وزارة الإعلام، هيئت لنا مجموعة من التصاريح للمشاركة في الحج، دوائر الحكومية على رأسها الأمن العام في تسهيل مهمة نقلة بعثة الحج في المجد من خلال التنقل من خلال سيارات المجد. وقبل ذلك إمارة منطقة مكة المكرمة هي التي منحتنا بالموافقة في التصوير في هذا الموقع، موقع أبراج منى، وأيضا شركة منى العقارية التي تعاوننا معها خلال السنوات الماضية في توفير هذا المقر الجميل المطل على الإطلالات المتنوعة في هذا المكان العام. كلهم مشكورين مأجورين، ولكم الأجر كذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى يكتب أجركم أبو عبد الله. لكن صراحة الفقرة طورت معانا، بس الحدث والخبر هذا جدا طبعا كبير بالنسبة لنا، لأنه هو يتحدث عن الركن الخامس من أركان الإسلام. الصعوبات أبو عبد الله، سؤال أخير يعني في هذه الفقرة، الصعوبات التي واجهتكم العام الماضي قدرتم تستطيعون طبعا أنكم تتغلبون عليها، وش في صعوبات السنة هذه؟ والله شوف احنا عاده يعني اشكاليه يمكن تواجهنا وتواجه كل من يعني البعثات الاعلاميه المتواجده في هذا الموسم العظيم هي قضيه التنقل من مكان الى مكان. تعرف الفتره قصيره جدا وهي متزامنه مع نفره الحجيج، لكن الحق يقال اننا يعني كمجد نجد دعم لا محدود سواء كان من الجهات الحكوميه او حتى من عامة الناس. يعني الفرحة لما نشوف المجد يقدمون خدمات قدر ما يستطيعون. وهنا بالمناسبة أذكر يعني شكر عميق لسماحة المفتي وما تجده قناة المجد من دعم لا محدود في مثل هذه الأيام. نحن نرافق بعثة أو حملة الحج للمفتي في يوم عرفة ويوم مزدلفة، ونبث كذلك من عرفة ومزدلفة بث مباشر يعني بعد توفيق الله عز وجل لحملة المفتي بدعمه لا محدود لنا. ما شاء الله يعطيكم العافية. المفتي نعتبر طبعا هو حبيب المجد، وهو يدعم المجد دائما ويدعو للمجد دائما. ما يحتاج لكن متفائلين كثيرا بما يعني نراه الآن من إمكانيات متاحة وتنسيق مبكر مع الجهات. بيض الله وجهكم. بالتوفيق أبو عبد الله. الله مشكورين الله يكتب أجركم. طبعا هذه دعوة
منا لكل من يتابعنا في قناة المسجد العامة. أنتم على موعد بإذن الله تعالى مع تغطية مميزة لموسم الحج القادم. هذه التغطية برعاية 30 من الأفراد الرائعين اللي حيكونوا متواجدين في المشاعر لنقل أجمل الصور وأجمل المشاعر. وهاشتاج المجد في المشاعر. فاصل ونكمل برنامجنا. نرتقي خطوة خطوة والأمل فينا يزيد كل يوم. كل أسبوع على صفحة البرنامج تقدر تصوت لأجمل حلقة من حلقات برامج الشبكة، لكن أسرة البرنامج هتحدد لك نوعية البرامج اللي هيتم التصويت عليها كل أسبوع. مثلا ممكن يكون الاختيار الأسبوع القادم البرامج الحوارية، فتختار انت واحد من البرامج دي، أو برامج الترفيه والمسابقات أو الدراما. هتشوف نوعية البرامج في الصفحة وتصويتك يدي دفعة غير عادية للبرنامج اللي حصل على إعجابك الأسبوع ده. في انتظارك والقرار قرارك. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم أنتم الآن مع برنامج بيت المجد، وهذه الفقرة الآن فقرة الأجمل. فقرة الأجمل هي طبعا هي فقرة خاصة بتصويت الجمهور، وفيها نعرض أربع برامج والجمهور يقوم بالتصويت عليها عشان نعرف أجمل برنامج شاهدوه خلال الأسبوع الماضي. بنذكركم مشاهدينا الكرام بالبرامج اللي عرضناها في الأسبوع الماضي. كنا مع قناة ماسة، اختار منها أربع مسلسلات درامية كان التصويت عليها. نذكر هي مسلسل أبو جعفر المنصور، ومسلسل أبناء الدم، ومرسال العقيل، وأخيرا خطوط جوية. طبعا المشاهد يريد اليوم أن يعرف من هو أجمل أو مين أجمل أجمل أو صاحب أجمل تصويت لأجمل برنامج صوت عليه الجمهور الأسبوع الماضي. طبعا تبغى تعلن يا وليد؟ والله يا أخي أنا ما أسمح لك تعلن. ما تسمح لي؟ ما أسمح لك، لأن أنا متفق مع المخرج أنه المسلسل اللي فاز معنا الأسبوع الماضي وهو أجمل مسلسل. نشوف. جات الذكرى وانا اشوف الفلا يحوى البيوت، اشهد اني كل ما هبت علي ذيك الهبوط، اسمع بصدري واني نعجايز تخفت خفوت، اسمع بصدري واني نعجايز تخفت خفوت، اسمع بصدري واني نعجايز تخفت الكرام. المسلسل الذي حاز على نتيجة تصويت الأسبوع الماضي هو هو مسلسل مرسال عقيل، وكان نتيجة التصويت كالتالي طبعا حسب الأصوات: مسلسل أبو جعفر المنصور اللي كان تصويته رقم 1 428 صوت، ومسلسل مرسال عقيل اللي كان تصويته رقم 2 وهو الفائز معنا بالأسبوع الماضي
هو طبعا حاز على 577 صوت، ومسلسل أبناء الدم اللي كان تصويته رقم 3 539 صوت، ومسلسل خطوط جوية طبعا بالتصويت رقم 4 حاز على 154 صوت. نبارك لأسرة مرسال عقيل على هذا الفوز. مبروك مبروك لكل من يتابع هذا المسلسل ويحبه. ونذكر أن كل المسلسلات التي عرضت الأربعة وغيرها من المسلسلات الكثيرة تتابعوها على قناة ماسا، إحدى قنوات شبكة المجد الفضائية. اليوم عندنا أيضا تصويت، لكن وين؟ حيكون على القناة الوثائقية، إحدى قنوات الشبكة المتخصصة في إنتاج البرامج الوثائقية والتاريخية وبرامج المغامرات والرحلات والغرائب والأساطير والعلوم والتكنولوجيا والبرامج الإبداعية والاستكشافية وغيرها من البرامج المنوعة. طبعا قبل ما نعرض البرامج طبعا اللي معنا اليوم، نحب نفكر الجمهور ان التصويت يكون من خلال وسائل التواصل اللي تظهر امامكم على الشاشة، مما رسائل الجوال او البريد الالكتروني او كذلك مواقع التواصل ظهر امامكم الان على الشاشة، او خلال هاشتاج او من خلال هاشتاج برنامج بيت المجد. نشوف البرنامج الاول يعرض على قناة الوثائقية احدى قنوات شبكة المجد، البرنامج اسمه قاهر الخوف. فكرة البرنامج حول مجموعة من الشباب يقومون بمغامرات غير تقليدية توضح خطورة بعض الأحداث في الحياة، تتطلب مواصفات خاصة لأشخاص يتواجدون في غضم هذه الأحداث، مثل رجال الحريق، رجال حريق الغابات، أو قائدي قوارب الإنقاذ السريع، وغيرها من الأحداث المثيرة والتي تتطلب قلوب تقهر الخوف وتعتاد المغامرة. للتصويت لهذا البرنامج أرسل رقم 1. نتابع الآن بعض اللقطات من قاهر الخوف. كيف يجابهون الأخطار؟ كيف يتعاملون مع الكوارث؟ كيف يواجهون الدمار؟ كيف يصارعون المآسي؟ تساؤلات يجيب عليها قاهر الخوف. هذا هو برنامجنا الأول مشاهدينا الكرام. برنامجنا الثاني أيضا على الوثائقية عهود العزة، وهو برنامج يتحدث عن تاريخ الأمة في عهود سابقة كانت في أوج مجدها وعزها، فهناك حلقات عن الدولة الأموية والدولة العباسية وغيرها من الحقب التاريخية التي تزيد وعي المشاهد بماضيه العظيم وتبني إرادة صلبة لمحاولة بناء مجد جديد بإذن الله. طبعا التصويت برقم 2. نتابع هذه اللقطات. نحن الآن في موقعة الحميمة واسمها القديم الحوراء. حفل التاريخ الإسلامي بمآثر خالدة سطرها المسلمون بهمم عالية وآثار مجيدة. أنقذ وحدة الأمة وأنقذ النظام الإسلامي من هذه المحنة هو أبو بكر بموقفه. نقشوا معالمها بدماء ذكية فشيدوا حضارة عظيمة وأسسوا أمة عريقة ملأت العالم عدلا ورحمة وحملت للبشرية الخير والهداية. عهود العزة. الثالث صدى الأرض، فكرته حول عرض ما هو غريب وعجيب من اختراعات بالكرة الأرضية من خلال 2 من الشباب يكشفان ذلك بصورة مرحة ومثيرة، متنقلين حول الكرة الأرضية بدون حواجز بهدف الحصول على اكتشافات خاصة لجمهور المجد الغالي. التصويت لهذا البرنامج أرسل رقم 3. متابعة ممتعة لبعض لقطات هذا البرنامج. يبحثان عن أغرب المخلوقات على وجه الأرض، نحلق معهما عاليا ثم نذهب إلى الأعماق حيث جمال الطبيعة الصاخبة. نتابع هذه المخلوقات في أماكن تواجدها، من النسر الأصلع إلى الجاموس البري، ومن الثعلب الأحمر إلى وعل الغابات،
وفي أقوى المشاهد وأمتع اللقطات نقوم بدراسة الزوابع والأعاصير، كما نتعرف على السيارات المهجنة وأسرار بيوت الشجر الكروية. صدى الأرض. تابعنا برنامجنا الثالث والآن برنامجنا الرابع والتصويت عليه بالرقم 4 هو الحرب العالمية الثانية. وفي هذا البرنامج نكشف خيوط وأسرار قيام الحرب وكيف دارت رحاها والأطراف المتصارعة فيها وما هو مصير البشرية بعد هذه الحرب العالمية والأطماع الغربية بعد سقوط ألمانيا. أرسل الرقم 4 للتصويت على هذا البرنامج، نتابع لقطات من الحرب العالمية الثانية. حرب كبيرة، ملايين القتلى وأضعافهم من الأسرى والجرحى، خطط ومعارك، قادة وجنود، أسلحة وذخيرة، نجاح وفشل، هجوم ودفاع. الحرب العالمية الثانية. طبعا نذكر ان كل البرامج اللي تابعناها تعرض على قناة الوثائقية، احدى قنوات شبكة المجد. طبعا هذه يعني نموذج من البرامج، غير البرامج الاربع هذه برامج كثيرة نتمنى متابعة ممتعة لكم مشاهدين الكرام عبر قناة الوثائقية احدى قنوات شبكة المجد الفضائية. ايش رايك نروح لفاصل بعدين نرجع؟ نروح الفاصل، لكن نذكرهم طبعا التسويق حيكون على الارقام اللي تظهر امامكم ووسائل التواصل تظهر امامكم على الشاشة من خلال رقم الجوال او الايميل او كذلك هاشتاج البرنامج بيت المجد. بتصوت ليش؟ نطلع الفاصل. صوت ليش؟ انا بصوت بس بعد الفاصل بقولها بعد الفاصل. يلا روح فاصل. نرتقي خطوة خطوة والأمل فينا يزيد، كل يوم نعيش حلم نحلم بحلم جديد، نتعب ونزرع ونحصد ننجح ونرجع نعيد، نطمح ونسعى وننجز لين حققنا البعيد. صرنا من أعلام شمع جينا بالشكل الفريد، هذا بيت المجد يسكن، كل يوم نعيش حلم نحلم بحلم جديد، نتعب ونزرع ونحصد ننجح ونرجع نعيد، نطمح ونسعى وننجز لين حققنا البعيد. صرنا من أعلام شمع جينا بالشكل الفريد، هذا بيت المجد يسكن، إننا الأجدر أكيد، كل يوم نعيش حلم نحلم بحلم جديد، نتعب ونزرع ونحصد ننجح ونرجع نعيد، نطمح ونسعى وننجز لين حققنا البعيد. صرنا من الأعلام شمع. حتى الآن عبد الوهاب ماسك معك تصويت لمين؟ أنت تصوت لمين أنت؟ أنا؟ أيوه. البرنامج الأول. البرنامج الأول أنا صوت للثاني. اللي هو طبعاً برنامج عهود العزة. طبعاً الفيصل في هذا الأمر حيكون لاختيارات المشاهدين أكيد. نعم. من 1 إلى 4 ما عليكم شباب التصويت على قنوات التواصل اللي عرضناها قبل الفاصل، حنعرضها بإذن الله تعالى في ثنايا ما تبقى من هذه الحلقة. فقرة تواصل، إيقاع جميل حقيقة نشاهده بين جمهور المجد وبين هذه الشبكة المباركة. أسئلتكم اقتراحاتكم حنا نعرضها على أصحاب الشأن وهم يردوا، حنا نخبركم من خلال بيت المجد. إيش رأيك نبدأ؟ نبدأ، توكلنا على الله. اقتراح من شذا وصلنا تقول نتمنى أن يكون برنامج الموسم العام القادم يجمع بين مذيعي المجد والمشايخ لتزداد المتعة والفائدة في البرامج، والفكرة هي الدمج بين برنامج سواعد الأخاء بالتحديد وبرنامج الموسم في برنامج واحد يجمع المذيعين والمشايخ وهو برنامج الجزء الثاني من الموسم. طبعا لمدير القناة رد يقول شكرا لاقتراحكم وسنعرض الفكرة على لجنة البرامج فهي المختصة بتحديد أفكار البرامج. حنا بدورنا نقول شكرا يا بنتي شذا.
كذلك معنا علا من المغرب في قناة تغاريد، طبعا برنامج تقول في قناة تغاريد برنامج غرد معنا، أتمنى يعملوا حساب بتويتر وليس وطبعا مو في الفيسبوك تكلمي وليس في الفيسبوك فقط لأن الفيسبوك طبعا لأن الفيسبوك تفاعله قليل وصعب في التواصل عن تويتر. رد مدير القناة تم تحويل اقتراحك طبعا على إدارة الإعلام الجديد بالشبكة لدراسة حساب خاص بالبرنامج. يعطيهم العافية على هذا التواصل الجميل. السؤال هذه المرة من محمد جابر يقول أنا أحد الفائزين في برنامج كل يوم سيارة، أتمنى أن يكون أحد الآن أنا أحد الفائزين في برنامج كل يوم سيارة، وأرغب معرفة كيفية استلام الجائزة وإعطائنا موعد محدد، ولكم خالص احترامي. حنا في البداية نقول مبروك لك، الله يبارك لك، ما شاء الله تبارك الله. أما عن رد مدير القناة يقول بعد عيد الأضحى إن شاء الله سيتم تحديد موعد لتوزيع السيارات، وألف مبروك. طبعا حنا نعرف أن برنامج كل يوم سيارة عنده احتفالية دائما تكون بعد الحج، في هذه الاحتفالية توزع كل السيارات. ألف مبروك مرة أخرى، الله يوفقك يا رب. ألف ألف مبروك. كذلك شريف من مصر يقول أرجو عمل إيميل لبرنامج مع سماحة المفتي أو عمل فيسبوك طبعا البرنامج حتى يتمكن الجميع من توجيه أسئلة من خلالها أو من خلالهما لسماحة المفتي، لأني أنا موجود في مصر ومولود بها، ولا يمكن الاتصال ببرنامج دولي بالهاتف الجوال لأنه غالي جدا، وشكرا. طبعا تم رفع طلبك لمدير القناة وإن شاء الله سيتم تلبية ما تتمنى قريبا بمشيئة الله تعالى. هديل تقول ابنة أختي الصغيرة لديها الموهبة في الصوت وأتمنى أن تصقل موهبتها عبر قناة تغاريد، كيف يتم التواصل معكم؟ رد مدير القناة يقول يمكن التواصل عبر موقع شبكة المجد وتسجيل صوت الأمورة ما شاء الله البنوتة الحلوة وإرفاقها بالموقع، وحنا بإذن الله تعالى نستمع للصوت وممكن نتواصل معهم حتى يكون لهم مشاركات عبر قناة تغاريد إحدى قنوات شبكة المجد الفضائية. يا سلام. ولازلنا متواصلين معكم في فقرة التواصل، هذه طبعا من أبو ريم يقول ليه تكثرون من برنامج جنون الرياضة؟ رد مدير القناة أبشر، علما بأن هناك فاصلين يتم عرضهم بشكل مستمر من طبعا البرامج الرياضية وهما جنون الرياضة وألعاب التحدي. الأخت راغبة الجنة عندها سؤال، سؤالها يقول نتمنى عرض كليب جنوني وكليب أحبك يا بابا وكليب سر الحياة وكليب ما شاء الله في بعض الكليبات اسمها شوي لأنه بالأطفال وكليب ماما سأشكو إليك، من فترة طويلة لم يتم عرض هذه الكليبات. رد مدير القناة يقول هناك يعني قائمة مجدولة بالأناشيد وخطة زمنية للقناة، لكن سنحاول بإذن الله تدريجيا إقحام هذه الكليبات حتى تشاهدوها عبر قناة تغاريد إحدى قنوات شبكة المجد الفضائية. نصيحة اللي عنده بنوتات عنده أولاد يتابع هذا القناة الجميلة، لأن الأناشيد التي تعرض عليها أناشيد قيمية وتربوية رائعة. آخر الطلبات اللي معانا اليوم في فقرة التواصل هذه من هاشم علي، نتمنى يقول أنا أتمنى أن تعرض كليبات برنامج العناد المنفصلة فهي جدا جميلة. طبعا رد مدير القناة تم الاستجابة لطلبك وسيتم تقديم 15 كليب تم تصويرهما في ماليزيا مع نجوم العنادل على هيئة فواصل على شاشة ماسا. يعطيك العافية عبد الوهاب، الله يعافيك. حلو الشغلات وحلو التواصل الجميل بين هذه الشبكة المباركة بقنواتها المتعددة وبين هذا الجمهور المميز الذي الحقيقة أنعته أنا بأنه من أهم الجماهير في العالم كله في طريقة التواصل مع الشبكة ودعمها. هذه المرة نفاجئكم من خلال بيت المجد بعرض كليب جديد من كليبات برنامج العنادل، وهو كليب حصري على شبكة المجد الفضائية من إنشاد إبراهيم النقيب. النقيب. أما الكلمات والألحان أنا ما أقدر أقول، خلونا نتابع الكليب بعدين أرجع لكم. بعدين باللي دخيله ما يخيب لا يخيب اللي رجع رف الهبة يوم نور الشمس شرف للمغيب هيا ظلم الله خفا يا ساكنة بعدين باللي دخيله ما يخيب لا يخيب اللي رجع رف الهبة يوم نور الشمس شرف للمغيب هيا ظلم الله خفا يا ساكنة.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، عدنا معكم مع بيت المجد، والآن مع هذه الفقرة، فقرة من الأرشيف. طبعا اربح ضيفك هو ضيفنا اليوم في برنامج بيت المجد. بعد جمع طلبات المشاهدين في الهاشتاج والإيميل والبريد والرسائل، وجدنا أنه طبعا كان هذا البرنامج أكثر البرامج طلبا لعرضه من الأرشيف في بيت المجد في حلقة اليوم. برنامج اربح ضيفك تم عرضه عام 2010، فكرة تدور حول ضيف من نجوم الإعلام وفقرات منوعة جميلة. البرنامج قدمه أمين، أقول يعني قدمه قدمه أحمد الشاب، أنا أعرفه برضه كمان، اسمه وليد بن صالح. يعطيك العافية، خلونا نتابع. بس في حلقة ختامية قدمها عبد الله حبيب. أي أكيد، هذه الحلقة الختامية اللي ختمنا فيها الجزء الثالث، وكان ضيفها وليد بن صالح. أتمنى لكم متابعة ممتعة مشاهدينا الكرام مع اختياركم من فقرة من الأرشيف. اللهم صل على محمد. اللي من الطلبات جات ايضا دفئ القلب، هذه من الاناشيد اللي انا احبها كثير حقيقه. ايوه حلوه هذه. هذه ذكرت انا في مهرجان، اول مهرجان في المملكه العربيه السعوديه كان في جده، كانت هذه منشوده في اول مهرجان. جميل. طبعا هذه القصيده ايضا ما اخذ الوقت شويه يمكن ضيق. كانت الوالده رحمها الله لسه يعني قريبه افتقدناها، فقلت يعني في حق الوالدة. دفئ القلب حنانا دفئه، وظلام في الحنايا أشعليه، دفئ القلب حنانا دفئه، وظلام في الحنايا أشعليه أشعليه، واشتياق كامن في مهجتي من زمان غابر فلتوقديه، أنت يا أمي حياتي كلها ولك مني. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم اعزائي المشاهدين، ولا تنسوا كتابه اسم البرنامج اللي تبون طبعا تشوفونه، وحنا مستعدين من ذاك طبعا نرجع لكم من ذاكره وارشيف الشبكه ونتابعه مع بعض في هذه في الحلقه القادمه بمشيئه الله تعالى في فقره من الارشيف. كان هذا البرنامج بتقديم وليد با صالح ومن اخراج احمد عاطف. فقرتنا القادمه مشاهدينا الكرام وهي قريبا هي فقره خاصه بالاخبار الحصريه من داخل بيت المجد، اخبار للجمهور اللي جالس يتابعنا من خلال شاشه القناه العامه. الان بدأ تصوير برنامج فيض، طبعا هذا أول خبر، بدأ تصوير برنامج فيض الذي سيبث على قناة ماسة إحدى قنوات الشبكة، والبرنامج عبارة عن مجلة شعبية منوعة يتم إنتاجه في القصيم، وقريبا ستشاهدوه على شاشة ماسة. أيضا برنامج جديد تم تصويره، تصوير بعض حلقاته، برنامج على الباب، وقريبا سيكون على شاشتكم شاشة ماسة. هاشم الفايدي وعبد الوهاب السلمي ينضمان لفريق برنامج الدنيا دوارة ليكون ضمن الفريق الدرامي للبرنامج الموسم الثاني بإذن الله تعالى، حيكون بعد الحج، وهذا البرنامج ستشاهدوه على قناة ماسة إحدى قنوات شبكة المجد الفضائية، وهي هي منورة ما شاء الله تبارك الله قناة ماسة على الشاشة. هذا ديكور طبعا برنامج الدنيا دوارة من إبداع رياض خبران، تقديم رياض خبران، فكرة رياض خبران. طبعا هذه اللقطات الآن تعرض على الشاشة، الآن لقطات هذه اللقطات برنامج الدنيا دوارة في جزء الأول، والآن طبعا الاجتماعات دائرة وسائرة عشان بإذن الله البداية قوية ستكون في الجزء الثاني بمشيئة الله تعالى قريبا بعد الحج مباشرة بمشيئة الله تعالى. كذلك ما زلنا مع ماسة مشاهدينا الكرام بعد التجربة الناجحة والمميزة لإنتاج كليب مع أبو علي والغزالي، تسعى القناة لإنتاج بعض الكليبات الجديدة مع عدد من المنشدين صدام، مع عدد المنشدين من ضمنهم صدام مليكي وكذلك منشدين آخرين بمشيئة الله تعالى قريبا. إنشاءات هندسية، برنامج يطل علينا قريبا بجزئه الثالث على قناة الوثائقية إحدى قنوات شبكة المجد. البرنامج يتناول أعظم المباني والإنشاءات على الكرة الأرضية، لا زالت ما شاء الله تبارك الله الوثائقية تبهجنا ببرامج مختلفة ومتنوعة. من أخبار القناة العامة كذلك قريبا وبإصدار أول برنامج حديث القلب مع الشيخ محمد الراوي يطل علينا بأجواء قاهرية رائعة، قاهرية يقصد بها القاهرة. أكيد ما يحتاج، برنامج ميدان التحدي مع الكابتن صالح العريض برؤية
ولمسات جميلة قريبا بإذن الله تعالى نشاهده وإياكم على شاشة المجد العامة. وهذه يعني بعض اللقطات اللي نتابعها من برنامج ميدان التحدي. أنا الحقيقة أحب الكابتن صالح العريض كثيرا، بيض الله وجهه، الرجل هذا صاحب سابقة في الترفيه الجميل والتربوي الرائع. نعم، التعليم بالترفيه أكيد ما في شك. كذلك ما زلنا مشاهدين كرام، ننتقل الآن معكم القناة العلمية. بدأت أولى خطوات إنتاج برنامج الركن الخامس، والذي يخرج بمناسبة أداء فريضة الحج. في القناة حريصة على التواصل مع من لديهم زيارة بيت الله وأداء الفريضة من خلال إنتاج مثل هذه البرامج المتخصصة والمفيدة. قناة تغاريد، أطلقت قناة تغاريد باقة من الأناشيد الجديدة، منها السهر، الإشراف في الماء، يا صلاتي، هذا النبي محمد، تك تك تاك، مطبخ ماما، وقريبا بإذن الله انتظروا باقة أخرى من أجمل الأناشيد على قناة تغاريد. بغيت أعطيه ثم نشيل على تك تك تاك. شخصية فرفوشة التي نالت إعجاب بناتنا في برنامج قناديل، والذي يعرض ما يتم بثه من القاهرة على قناة مجد خلال شهر رمضان لهذا العام. طبعا فرفوشة تظهر مع شخصيات جديدة في برنامج ربما يحمل عنوان عائلة فرفوشة قريبا. ما زلنا مع قناة مجد، إحدى قنوات شبكة المجد الفضائية، حيث سيتم يعني إنتاج برنامج يحمل طابع ولون تنافسي وحماسي بعنوان حلقات، ويتم إنتاجه في مدينة جدة. البرنامج عبارة عن تنافس ثقافي رياضي ترفيهي بين حلقات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم في جدة. يا سلام، هذه أخبارنا اليوم، وهذه أخبار حصرية فقط لمتابعي بيت المجد، وكلها خاصة بشبكة قنوات المجد الفضائية. طبعا جدنا الكرام، ننتقل الآن وإياكم الفاصل قصير ثم نكمل حلقتنا. نرتقي خطوة خطوة والأمل فينا يزيد، كل يوم نعيش حلم نحلم بحلم جديد، نتعب ونزرع ونحصد ننجح ونرجع نعيد، نطمح ونسعى وننجز لين حققنا البعيد. لأنكم وثقتم فينا مشاهدينا الكرام، حنا يعني نرحب دائما بمشتركينا الجدد. فقرة مشترك جديد، مشترك تو اشترك في قناة المجد الفضائية، حنا نفاجئ أيضا باشتراك آخر يحتفظ به بالبيت أو يهديه لمن يحب. وهذه طبعا آخر فقرات حلقتنا، حلقات برنامج بيت المجد. طبعا مشاهدينا الكرام، احنا الآن جاهزين، طبعا السحب حيكون إلكتروني لمشترك جديد سيفوز معنا باشتراك آخر. نتابع مع بعض الآن، نبدأ السحب الإلكتروني على الشاشة، يظهر أمامكم الآن. نبارك السحب على الأرقام، نبارك لمن الآن. طبعا حتطلع الأرقام معنا، أرقام المشتركين الجدد في خلال الفترة الماضية، حيظهر معنا رقم من الأرقام هذه حيفوز معنا بجائزة وباشتراك جديد بمشيئة الله تعالى. هذا تعبير من شبكة المجد الفضائية. بدأت الأرقام معنا الآن، بدأت الأرقام، هذا السحب الآن الإلكتروني، ونقول لكم وقفوا يا جماعة. صاحب هذا الرقم هو الفائز، عيسى سلامة. عيسى سلامة، ألف 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 مبروك، تحاول تواصلوا معاه الآن. عيسى سلامة طبعا هو الفائز في الحلقة الثانية من حلقات برنامج بيت المجد، فائز معنا باشتراك جديد آخر. غير أنه مشترك جديد، هذا اشتراك جديد آخر كذلك يستاهل هذه الهدية. وطبعا هذه الفقرة دائما خاصة ببرنامج بيت المجد، في نهاية كل حلقة سيتم عندنا طبعا السحب على جائزة اشتراك مجاني. عيسى السلامة منضم حديثا لشبكة المجد، حنا نرحب فيك ونتمنى لك متابعة ممتعة. يعني حتشوف 13 قناة منوعة تخاطب شرائح المجتمع كلها، وأيضا الأسرة، وهي أمان للأسرة من صغيرها إلى كبير. كذا تمام؟ أيوة، زي أنا أخوي الكبير، أنا والوالد. ألف ألف مبروك عليك يا عيسى السلامة، ومثل ما قلت لك بإذن الله تعالى حتشوف أشياء ممتعة في ثنايا هذه الشبكة المباركة. والأخبار اللي ذكرناها قبل شوي في قريبا، هذه ترى بعض الأخبار، كثير منها لم نذكرها، احنا نحاول نختار يعني الأبرز والأهم، وبإذن الله تعالى تشاهدوا في كل حلقة ما يبهجكم ويفرحكم، يدخل السرور على قلوبكم مشاهدي شبكة المجد الفضائية بعديد قنواتها 13. يا سلام، 13 قناة دائما نقول هي قناة الآمنة. قنوات شبكة قنوات المجد الفضائية تبدأ يا جماعة الخير طبعا من قناة روضة وبسمة ومجد، وكذلك مرورا بالقناة الوثائقية وقناة الأخبار وقناة كذلك العلمية وقناة القرآن الكريم والقناة العامة وقناة الدراما اللي خاصة طبعا قناة الدراما والبرامج الترفيهية والمنوعات.
قناة ماسا. نحن حتى الآن نحاول نتواصل مع يوسف سلامة حتى يحدثنا على الهواء ويعطينا شعوره وانطباعه بعد الهدية المقدمة من شبكة المجد لاشتراكه حديثا مع هذه الشبكة المباركة. طبعا يمكن وقت الظهيرة ما يرد الرجال عامل قيلولة كذا محترمة، نتمنى له نوم هادئ. أما أنتم مشاهدين الكرام فلا نملك إلا الدعاء والشكر لكم على متابعتكم لنا في هذه الحلقة الثانية من حلقات بيت المجد. الشكر تقدير لكل العاملين على هذا البرنامج، برنامج بيت المجد. وشكر كذلك لزميلي ولد بقى صالح. نلتقيكم في الحلقة القادمة نفس الموعد نفس التوقيت. طابت أمسياتكم ولياليكم في أمان الله ورحمة الله وبركاته. نرتقي خطوة خطوة والأمل فينا يزيد، كل يوم نعيش حلم نحلم بحلم جديد، نتعب ونزرع ونحصد ننجح ونرجع نعيد، نطمح ونسعى وننجز لين حققنا البعيد. صرنا بالعالم شمع، جينا بالشكل الفريد، هذا بيت المجد يسكن، كل يوم نعيش حلم نحلم بحلم جديد، نتعب ونزرع ونحصد ننجح ونرجع نعيد، نطمح ونسعى وننجز لين حققنا البعيد.